نتحدث عن الأسواق المالية العالمية وهذه البيانات الاقتصادية الصينية أيضا مع سركيس تشوباريان محلل أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب. سركيس أهلا وسهلا بك معنا على شاشة NBC عربية. أهلا. أبدأ معك بهذه البيانات الاقتصادية الصينية اليوم التي جاءت أفضل بكثير من التوقعات سواء من ناحية الصادرات أو حتى الواردات. إلى أي مدى تعتقد بأنه الاقتصاد الصيني قادر على تحقيق الاستدامة والاستمرار في تحقيق هذه الأرقام الإيجابية؟ وإلى أي مدى هذا يعني يعكس على الأقل بداية مستدامة للتعافي؟ أخبارات هذا اليوم من الصين كانت إيجابية جدا بما يتعلق إن كان بالواردات أو بالصادرات. فالواردات التي ارتفعت بمقدار يزيد عن 13% مع ارتفاع في الصادرات بلغت نسبته 9.9%، تشير إلى أن الاقتصاد الصيني مستمر في مسيرة التعافي. وشهدنا الاقتصاد الصيني خلال الربع الأول من هذه السنة وقد شهد انكماش قياسي، لكن أيضا تبعه خلال الربع الثاني نمو قياسي في الناتج المحلي الإجمالي. والبيانات الاقتصادية التي تصدر مؤخرا في أغلبها تظهر بأن الاقتصاد الصيني مستمر في مسيرة التعافي وسط التحفيزات النقدية التي يقدمها بنك الشعب الصيني إلى جانب التحفيزات التي قدمتها الحكومة الصينية خلال فترات سابقة. لكن هنا يجب أن ننظر إلى موضوع مهم جدا، وهو أن الاقتصاد الصيني تمت فيه نوعا ما السيطرة على الانتشار الكبير لفيروس COVID-19، وهذا الأمر ساهم أيضا في فتح الاقتصاد أكثر فأكثر، مما أيضا أعاد الاقتصاد نوعا ما إلى الاستقرار. رغم أني أعتقد بأن الاقتصاد الصيني ما زال بحاجة إلى المزيد من التحفيزات، لكن القراءات التي تصدر من البيانات الاقتصادية تظهر لنا استمرارية في التعافي الاقتصادي، والذي قد يؤكد بأنه حتى في الاقتصاد العالمي يجب علينا أن نشهد توقف انتشار فيروس COVID-19 حتى يعود التعافي الاقتصادي. فالميزان التجاري الصيني لهذا اليوم الذي شهدنا فيه رغم انخفاض الفائض إلى 39 مليار دولار أمريكي في الميزان التجاري المقاس المقوم بالدولار، لكن هذه البيانات عكست داخليا تفاصيل ارتفاع صحيح. كبير في الطلب الداخلي، وهذا يدل على استمرار في التعافي في الاقتصاد الصيني. نعم، بالمقابل عم نتابع بيانات يعني مؤشر سعر المستهلك الأمريكي، وهو مؤشر يمكن أيضا مبكر بالنسبة لمستويات التضخم. يعني سركيس، ما هو المرتقب حول هذه البيانات التي ستصدر لاحقا؟ بالفعل كما تفضلتي، فنحن ننتظر اليوم بيانات مؤشر سعر المستهلك الأمريكي، وهي من بيانات التضخم، وتشير التوقعات لاحتمال أن تظهر القراءة حول 1.3%، أي باستقرار من قراءة من القراءة السابقة. ورغم أن الفيدرالي الأمريكي يعتمد على مؤشر PCE بالقيمة الجوهرية لوضع سياساته النقدية، لكن أيضا مؤشر سعر المستهلك CPI يعتبر من المؤشرات التضخمية المبكرة والتي قد يراقبها المتداول. لا أعتقد بأن بيانات اليوم سوف تؤثر بشكل كبير على قرارات الفيدرالي الأمريكي على المدى القصير، لكنها أيضا تعتبر مؤشرات مسبقة عن توقعات الفيدرالي الأمريكي على المدى الطويل. فالفيدرالي الأمريكي منذ غير طريقة احتسابه ومراقبته للتضخم بحسب مؤشر PCE واعتمد مستوى 2%، سوف نبدأ الآن بمتابعة كل مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب بيانات النمو. فإذا بقيت مستويات التضخم منخفضة ما دون 2%، فعندها يجب أن نعرف بأن الفيدرالي الأمريكي قد يلقي على أسعار الفائدة المتدنية لسنوات طويلة، وهذا ما قد يكون له تأثير مباشر على الدولار الأمريكي وأيضا على الأسواق المالية الأمريكية. لكن إذا بدأت مستويات التضخم أو البيانات التي تسبق مؤشر PCE مثل مؤشرات سعر المستهلك بدأت الارتفاع بشكل متسارع، فهنا يجب أن نتوقع بأن الفترات الزمنية قد تكون أقل. هل تتوقع سركيس بأنه سيكون هناك حزمة تحفيز مالي قبل موعد الانتخابات الأمريكية؟ نلاحظ بأن هنالك حديث كبير حول حزم التحفيز. باعتقادي بأن هنالك حزم تحفيز لكنها أصغر حجما ربما سوف تكون عن المطلوب أو المقترح من الإدارة الأمريكية بواقع 1.8 تريليون دولار، أو من المقترح والمطلوب من الحزب الديمقراطي عند 2.2 أو 2.4 تريليون دولار. فنلاحظ بأن هنالك بعض الليونة في إيجاد خطط تحفيزية أصغر حجما لبعض القطاعات في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن كخطة مكتملة كاملة ذات حجم كبير فأتوقع أن لا تكون قبل الانتخابات الأمريكية، بل ربما سوف يتم تأجيلها لما بعد الانتخابات الأمريكية، وهذا لأسباب عديدة
من ضمنها الانشغال والتوترات السياسية الحالية في الانتخابات الرئاسية نفسها. وحاليا نلاحظ بأن أسواق الأسهم ترتفع، وهذا مع توقعات حزم تحفيزية، لكن هذا لا يعني احتمالية إتمام الخطة التحفيزية في فترة تقل عن أسبوعين أو ثلاثة أسابيع حتى، لكن سوف نحتاج لفترة زمنية أطول لإقرار خطة تحفيزية جديدة. لكن أيضا أؤكد إلى أني أتوقع أن نرى خطط تحفيزية موجهة إلى قطاعات معينة في الأسواق المالية الأمريكية والاقتصاد الأمريكي، وهي في العادة تكون خطط ربما سوف تكون أصغر وتقاس بالمليار وليس بالتريليونات الدولارات. نعم سركيس، يعني أيضا لدينا الإصابات على مستوى عالمي، عم نشوف عم تتخطى 38 مليون إصابة معلنة بهذا الوقت. لدينا العديد من الشركات الأمريكية اللي عم تتجه لعملية إعلان نتائجها. جونسون أند جونسون ربما اتجهت لإيقاف عملية تطوير لقاح كورونا بعد إصابة أحد المشاركين بهذه التجارب. ما هو المرتقب بالنسبة لنتائج هذه الشركة اليوم؟ نعم نحن في انتظار العديد من المستجدات حول الشركات الأمريكية اليوم، ومنها أيضا شركة جونسون أند جونسون، والتي من المتوقع لها أن تظهر بعض الانخفاض في الأرباح إلى 1.98 دولار كعائد على السهم، لكن هذا بانخفاض من الربع المماثل من العام الماضي. لكن الأنباء التي صدرت من الشركة عن إيقافها الدراسات تجاه لقاح فيروس كوفيد-19، هذا لا يعني توقف تام عن الدراسة، لكن هذه قد تكون التجارب السريرية في غايات إعادة الدراسة من جديد ومحاولة إيجاد الأسباب التي تسببت في مرض أحد الذين دخلوا في هذه التجارب بمرض غير معروف، ولذلك ربما لن تتوقف الدراسات على اللقاح بشكل كامل. لكن في نفس الوقت هذه الأنباء ربما ستكون ذات تأثير كبير على أسهم الشركة هذا اليوم، خصوصا مع انتظارنا لنتائج أعمالها، والتي كما أشرنا توقعات تشير إلى احتمال انخفاض لكن طفيف إلى 1.98 دولار للسهم الواحد. ليس فقط هذه الشركة، بل نحن أيضا أمام انتظار بيانات من جي بي مورغان، سيتي جروب، وأيضا دلتا إيرلاينز، وكل هذه الشركات سوف تعتبر مزيج مهم للمتداولين في الأسواق المالية الأمريكية هذا اليوم، وقد تسبب بعض التذبذب في الأسواق. ويوم أمس شهدنا ارتفاع في أغلب أسهم هذه الشركات، لكن انخفض سعر سهم دلتا إيرلاينز بشكل طفيف أيضا، لكن سعر سهم دلتا إيرلاينز يتداول ضمن نطاقات محدودة ما بين انخفاض وارتفاع، وهذا كله لأن المتداولين حاليا يقومون بتقييم وضع الشركات ما بعد خروج الاقتصاد الأمريكي طبعاً من الركود الاقتصادي القياسي الذي شهده خلال الربع الثاني من هذه السنة. شكرا لك سركيس توباريا، محلل أسواق عالمية بمجموعة إكويتي جروب، على وجودك معنا.